صباح الفل، احلى ناس في الكون. فيديو جديد من مدينة الاجمل في اوزبكستان، سمرقند. جنكيز خان جه دغدغ المدينة حرفيا. سمرقند يا جماعة من المدن العالمية التاريخية في كل العالم. المدينة دي يا جماعة كانت بتربط العالم ببعض في وقت من الأوقات، كانت بتربط آسيا بسنتر آسيا، كانت بتربط آسيا بأفريقيا، كانت بتربط الهند والصين كمان بأوروبا. بيسموا المكان ده أو الطريق ده طريق الحرير. هنعرف ليه النهاردة، فما تفوتوش أي حاجة من الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو ادونا اللايك وفولو وما تنسوش تفعلوا الجرس. يلا بينا. من احلى الحاجات اللي بنحب نشوفها الناس عايشة ازاي في الاسواق بتاعتهم. دي من اجمل الحاجات اللي دايما بتحسسنا بالناس وطبيعتها عاملة ازاي في المدينة. قابلنا لارا بتعمل فيديو كونتنت من روسيا. Hello, I'm from Russia, from Moscow. I'm glad to see you in vlog of my new friend Sharif. Follow him. Be him, subscribe me if you want. اسمعوا الكلام يا جماعة، يلا بينا ناخد جولة في السوق، يلا بينا. سواء الصفار ده، البيضة دي فيها صفارتين. دي نفس الكلام. سواء فيها صفارتين جوه. البيض اللي فيه سفرتين ده يا جماعه مشهور عندنا في بعض الاماكن، بس مش عارف فين بصراحه. يعني اللي بيجيب البيض ده على طول باستمرار وفي سفرتين يا ريت يقول لنا بيجيبه منين. طبعا هنشوف الحاجات الجميله والاماكن الجميله في سمرقند، لكن برضو الاجمل واللي احنا هنعمله بطريقه مختلفه شويه ان احنا نشوف الناس اللوكل المحليين عايشين ازاي، بيعملوا ايه. طبعا عندهم البهارات هنا حكايه، بيهتموا بالبهارات قوي قوي قوي. لسه مكملين في السوق. السوق مشهور قوي بالبهارات وكمان المخلل. عندهم المخلل هنا مقدس وريحته حلوه قوي. بصوا الطماطم عامله ازاي. لون الطريه احلى. حلوه الطريه اللي هي يا جماعه، ايه رايكم من الطقوس بتاعتهم هنا؟ كلهم بيلبسوا الطواقي دي. عايز اقول لكم بقى من الحاجات اللي هم مشهورين بيها جدا هنا هي الاطباق بتاعتهم، الاطباق والكلام والرسومات اللي موجوده جوه الاطباق جميله جدا، لدرجه ان المطاعم العاديه اللي في الشارع هتلاقي الطبق بتاعهم عليه نفس الرسومات دي. فهو يعتبر من اكبر الاسواق اللي موجوده هنا في سمرقند، واسمه سايب بازار. كبير جدا، في كل حاجه تخطر على بالك. لو حد عايز يجيب سيبونيرز هيجيب، لو عايز يجيب بهارات، عايز يجيب اي حاجه. والناس كمان المحليين كلهم بيتسوقوا من هنا، خضار وفاكهه واكل وبهارات، كل حاجه كل حاجه. تعالوا بقى نجرب المخلل بتاعهم، ريحته جامده جدا، جايباني من اخر الدنيا. السكر بتاعهم جامد. بسم الله. حلو قوي. Yeah. كلهم مسلمين هنا يا جماعه زي ما قلنا. فهو بيسالنا منين، فبقول له من مصر. وما بيعرفوا كلمه مصر قوي عن ايجيبت. بيعملوا هنا فطير جامد قوي زي الفطير بتاعنا المشلتت، وبيعملوا كمان العيش بتاعهم حكايه. طبعا هم ما بيفهموش بقى اللغه بتاعتنا ولا الانجليزي حتى، فبنتكلم معاهم. لارا بقى ايه هرساهم، اهي ما شاء الله عليها بتتكلم روسي، فماسكه دماغهم مزعلاهم يعني. اوتوبي اوتوبي يور نيم اوتوبي اوتوبي اوتوبي. ما شاء الله. نايس تو ميت يو شريف. نايس تو ميت يو تو. هنجيب فطيره بقى ونجربها، يلا بينا. طيب هندوق ونجرب الفطيره يا جماعه. لسه جايبينها فطيره سخنه سخنه مولعه غايه في الجمال والروعه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي، بس الفطير بتاعنا المشلتت في حته ثانيه، في حته ثانيه خالص. يعني هم لو دقوا الفطير بتاعنا مشلتت ممكن يغمى عليهم بجد، بس هي حلوه اوفر اول. حلوه ناشفه من على الاطراف، طريه شويه من جوه. العجينه طعمها حلو بس ما فيهاش الزبده بتاعتها. رايحين مكان بره المدينه شويه. بره المدينه ده يعني اللي هو ايه، كيلو ونص. والله مش بتكلم بجد، والله كيلو ونص بره المدينه. مكان اسمه افراسيا. يقال ان النبي دانيال
مدفون هناك. بعض الاقاويل بتقول ان هو في العراق في كركوك، وبعض الاقاويل بتقول ان هو في ايران، ويقال ان هو هنا. فاحنا هنزور برضو المكان هنا، نبص بسرعه عليه. وصلنا يا جماعه الميوزيوم ده، قطعنا التذكره تقريبا ب2 دولار وهنطلع على طول دلوقتي. وصلنا المكان زي ما انتم شايفين، المكان مش تورستيك خالص، الناس هنا بتيجي تصلي وتزور. المكان اللي ورايا ده يا جماعه يقال طبعا، يعني محدش متاكد الحاجات دي بالذات، محدش متاكد منها 100%، يقال انه سيدنا النبي دانيال مدفون هنا. الناس بتيجي هنا، المكان مش سياحي خالص، مفيش سياحة معانا نهائي. الناس بتيجي هنا تصلي وتدعي ربنا ان هم اي حد بقى عنده حاجه معينه، وحاطين صندوقات التبرعات. والمكان هو اللي ورانا زي ما شفتوا. اتحرك من هنا نروح مكان تاني. المدينه غنيه قوي بالثقافات، وغنيه قوي بالدين، وغنيه قوي بالقصص والحواديت. هنمشي ونحكي شويه طول ما احنا ماشيين، نقابل الناس ونتكلم معاهم. يلا بينا. وصلنا المتحف اسمه أولوج. هنا بقى المكان كله بيتكلم عن المعرفه، وازاي الناس دي كانت متطوره وصدروا العلم لاوروبا كمان، طبعا مع العرب. اوروبا ما كانش فيه الكلام ده اصلا. بصوا بقى طريق السلك عامل ازاي، جاي كده لغايه اسطنبول، الهند، الصين، الهند، بعد كده اسيا الوسطى، تمام، سمرقند اهي، ووصل لغايه اسطنبول واوروبا. اسكندريه منوره الدنيا طبعا، القاهره، الاسواق بتاعتهم زمان كانت عامله ازاي. طيب دخلنا خدنا جوله في المتحف. جوه المتحف ما فيهوش حاجه كتير، لكن في هنا حاجه كانوا بيستخدموها زمان في ايه بقى، في معرفه التواريخ، في معرفه الفلك، في حاجات كتير. عشان كده بقول لكم سمرقند كانت وجهه علميه بحته وقويه جدا. نخش نبص على المكان، هو مكان محفور كده تحت وفي فتحه من فوق، تعالوا نخش نتفرج عليه. هو المكان اللي تحت ده يا جماعه، شايفين العلامات بقى اللي تحت دي، الكيرف ده هو اللي كان بيوريهم الايام بتاعه السنه. كان في فتحه في السقف بتنزل على العلامات دي توريهم العلامه احنا في انهي يوم من السنه بالظبط. هو المكان اللي تحت ده كله. وصلنا بقى المكان من اشهر الاماكن هنا، هو ريجستان سكوير او ميدان ريجستان. ميدان ضخم جدا، وهو عباره كان عن مدرسه دينيه. المبنى بالكامل شكله حكايه حكايه حكايه، الوانه رهيبه، وامير تيمور اللي كان بناه. وطبعا هو مدفون هنا في المدينه دي، امير تيمور. واللي ما عرفش امير تيمور هنحكي قصته لما نخش جوه السكوير. يلا بينا. التذكره هنا غاليه شويه، تقريبا ب5 دولار. هنخش ونتفرج على المدرسه وعلى المكان. دخلنا يا جماعه جوه السكوير. السكوير غايه في الجمال والروعه. الميدان اللي احنا فيه ده من اجمل ميادين سمرقند بالكامل. الوان المباني، شكلها، الطراز، كل حاجه جميله وفي مكانها. اللي على يميني دي هي المدرسة بتاعة المكان، المدرسة اللي كان بتعلم فيها الطلبة، اللي بناها أمير تيمور، واللي يعتبر بنى المدينة كلها، وبنى كمان أجزاء كبيرة جدا من أوزبكستان بعد حروب كتير جدا قامت على المدينة. المبنى اللي ورايا ده طبعا تبع برضو جزء من المدرسة. والصورة اللي فوق خالص دي لو خدتوا بالكم عليها نمر بيطارد غزالة، والشمس طالعة من فوقيه، وليها معنى زي ما هم بيقولوا إن النمر ده أو التايجر دون هم الطلبة، وبيجروا ورا الغزالة اللي هي المعرفة، والشمس طالعة من وراه على أساس إنها الاساتذه بتاعتهم. المكان جميل ومبهر، وتاخدوا فيه احلى صور. اللي انتم ما تعرفوش عن اوزبكستان ان هي كانت محور مهم جدا جدا في طريق الحرير. هم بيسموه طريق الحرير، السلك رود، طريق الحرير. يعني ايه؟ يعني كانت جايبه الدنيا كلها ربطها ببعض، من اول الصين والهند مرورا بايران والعراق وكل ده، ويطلع لغايه سمرقند، وبعد كده تبدا توزع تاني التجاره كلها. يعني كان طريق تجاري مهم جدا جدا، ويوصل بعد كده لاسكندريه وكمان لغايه اسطنبول و أوروبا. كان اي حد بيفكر يحتل العالم او يسيطر على العالم انه يسيطر على سمرقند. يعني الاسكندر الاكبر جه وحارب وكسر المدينه، جنكيز خان جه دغدغ المدينه حرفيا، وبعد كده بقى جه تيمور وبدا ينشئ البلد
بشكلها الحالي وبدأ يطور فيها وبدأ يبني مدارس ويبدأ يبني فيها حاجات كتير جدا جدا بالشكل اللي احنا موجود دلوقتي. وحتى الزغارف دي كلها كانت في العصر بتاعه. تعالوا ناخد جولة سريعة جوه المكان وبعد كده يا رب نلحق نشوف القبر بتاع تيمور. دخلنا بقى جوه المدرسة حاجة تانية والله العظيم حاجة تانية. السقف، الألوان، اللون الذهبي، العمدان، كل التفاصيل، كل تفصيلة أجمل من التانية. القرآن اللي مكتوب على الحيطة، لا 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 لا، بصوا المنظر عامل ازاي. واحنا ماشيين وي ميت ا جاي، قابلنا شاب كده عزمنا على العشاء عندهم في البيت، فاحنا رايحين نقابله ونروح نتعشى. قابلنا الراجل الطيب اهو جه خدنا، يلا بينا. Let's go. جينا يا جماعه قعدنا، دي اوضه الضيوف تقريبا، قاعده شبه الاعداد بتاعتنا العربي اللي على الارض، غايه في الجمال والروعه. ناس جبناها شويه فاكهه، ميه، جيبوا لنا الشاي دلوقتي. برضو حبينا نشوف الناس هنا كرم ولا لا. وقفنا بالصدفه، طبعا ما بتكلمش روسي، بتكلم روسي، فقالت ممكن نشرب معاكم شاي بالليل او في اي وقت. فلا خلاص اخر النهار اخلص شغلي ونتقابل ونروح البيت عندي نشرب شاي. ناس كرمة جدا جدا جدا، نشرب شاي ونظبط ونروح على نفسنا. واحد انا مش قادر، انا جعان بصراحه. قلنا بقى تشاك اللي هو ده، وده فطير عادي زي بتاعنا. وبعد كده ماسكو بقى، ماسكو تشاك سجق، ماسكو ايه ده. المهم بناكل بقى فطير وبناكل السجق ده. سجق اخته عندها مصنع بيعمل السجق ده، ربنا يستر. بس انا بيجيبوهم في البيت يبقى الدنيا امان. بس احنا قاعدين كل شويه بقى تنزل ناس كرمه والله جدا. كل شويه ينزلوا بالاكل، انا مش عايز اكلنا اكل خلاص. زي ما قلنا، اجمل حاجه في السفر لما تحتك بالسكان المحليين وتدخل بيوتهم وتشوف ازاي بيتعاملوا وقد ايه هم كرامه. دي كانت جولتنا في سمرقند. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا كالعاده بلايك واشتراك في القناه. سلام.